ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طلبات الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله حلقة جديدة من حلقات الكيمياء بإذن الله. نبدأ بأعداد الكم. أعداد الكم من المواضيع المهمة. في عندنا 4 أعداد كم. العدد الكم الأولاني بنسميه عدد الكم الرئيسي. عدد الكم الرئيسي، إيه حكاية عدد الكم الرئيسي وإيه موضوعه بالظبط؟ وعاوزين نعرف إيه الكلام اللي عندنا في المنهج. طبعا بيقول لي يصف بعد الالكترون عن النواة. يعني ايه؟ فاكرين مستويات الطاقة السبعة؟ بصوا عد معايا كده، كي ال ام ان او بي كيو. عددهم كم يا جماعة؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7. يعني ايه برضو؟ عدد يصف بعد الالكترون عن النواة. النواة هنا اهي، خلاص. فالالكترون لو في كي قريب من النواة، لو في كيو بعيد عن النواة. طب وايه يعني؟ انا عندي اقربهم فاقف اهي، اقلهم طاقة، يعني طاقة المستوى الاولاني بتبقى قليلة لانها قريبة من النواة وبتلف لف ايه؟ بسرعة وسريعة، ولكن قريبة من النواة. أبعدهم عن النواة أكثرهم إيه؟ طاقة. يبقى أقربهم من النواة أقلهم إيه؟ طاقة. مهمة جدا دي. طب إحنا عاوزين نقول إيه؟ إحنا عايزين نقول الإن هنا بتساوي 1، تمام. الإن هنا بتساوي إيه؟ 2. يبقى الوقت هنا عدد يصف بعد الإلكترون عن النواة. طيب بيستخدم في إيه بقى؟ في تحديد رتبة مستويات الطاقة اللي هم عددهم إيه؟ 7، خلاص. ومشكلة وبس؟ لا، ده بيحدد لي عدد الكترونات المستوى في كل مستوى طاقة. يعني المستوى الاول فيه 2 الكترون، المستوى الثاني 8، المستوى الثالث 18، المستوى الرابع 32. بناء على ايه؟ بناء على قاعدة اسمها 2 ن تربيع. بالعربي 2 ن تربيع. ينفع نعملها بالعربي؟ ينفع، مش هتقول لا، بس نفهم. يبقى 2 ن باور 2 او 2 ن تربيع. ما نقولش دي بتاع اللغات، دي عندنا في الايه؟ في الكيمياء باللغة العربية، خلاص. وديت عندنا برضو في الكيمياء كتفسير او توضيح. يعني ايه برضو؟ يعني لو قال لي عدد الكترونات المستوى الاولاني 2، اجيبها ازاي؟ هقول له عدد الكترونات المستوى الاول، نركز كده فيها، عدد الكترونات المستوى الاول، خلاص. هعتبر ان الان في الحالة ديت بتساوي 1. اطبق بقى القاعدة كده، 2 2 ان 2. طبق يلا معايا وطبقي معايا. 2 زي ما هي، في الان رقمها 1 تربيع، يبقى تساوي 2 في ايه؟ في 1. يبقى بتساوي كام؟ 2 الكترون. 2 الكترون، ايه اكسون، خلاص. طيب انا عايز اجيب عدد الكترونات المستوى الثاني. عدد الكترونات المستوى الثاني، اطبق نفس الكلام. طيب بعد الرابع لا تنطبق هذه القاعدة، لا تنطبق قاعدة 2 ن تربيع بعد المستوى الرابع. يلا نطبق كده المستوى الثاني، 2 ن باور 2 ايكوال 2 تايمز، او في الان هنا ب2 تربيع، يعني بيساوي 2 في 2 2، في 2 أس 2، يعني 2 في 4، يبقى يساوي 8 كام؟ الكترون. 8 الكترون. طب هاتوا عدد الكترونات المستوى الرابع، ما هو التالت زيهم، نجيب الرابع كده، 2 ن 2 بيساوي 2 مضروبة في 4، رقم مستوى الرابع كل تربيع، يبقى يساوي 2 في 16. 2 في 16 بيساوي كام؟ 32 الكترون، وده كلام صحيح، تمام. يبقى ده بالنسبة لمين؟ للعدد الكم. وبيقول لي لا تنطبق 2 ن تربيع الا عند المستوى، الا عند، لا تنطبق بعد المستوى الرابع. بعد المستوى الرابع لماذا؟ لان الذرة بتبقى غير مستقرة. الذرة غير ايه؟ مستقرة. يبقى الوقت هنا عدد مستويات الطاقة في اثقل الذرات عددهم ايه؟ 7 زي ما قلنا، كي ال ام ان او بي كيو.
عرفنا استفدنا من عدد الكم الرئيسي وازاي بنحصل على عدد الكترونات ايه في كل مستوى حتى المستوى الرابع عن طريق قاعدة اسمها 2 لون تربيع. خلاص وطبقنا عليها، نجيب الثالثة بالمرة، يبقى احنا جبنا الاربع مستويات، عدد الكترونات، المستوى الثالث. المستوى الثالث يعني ان هتساوي ايه؟ 3. يبقى الوقت نطبق 2 ان تربيع هتساوي 2 في 3 كل تربيع يساوي 2 في 9 بيساوي كام؟ 18 ايه؟ الكترون. الحلقة الجاية ان شاء الله نكمل عدد الكم السنوي، هنعمل لكم كل عدد كده كم في حلقة واحدة عشان نستفيد فيها بقدر الامكان، وبعد ما نخلصهم هنعمل لكم اسئلة جميلة جدا على اعداد الكم لان في بعض ناس كتير طالبينها، بس عاوزين نشوف بقى اللايكات والمشاهدات عشان نكمل على اساس يعني الصف او الطلبة والطالبات اللي في كل مرحلة تعليمية اما بنلاقي في مشاهدات حلوة وفي تعليقات حلوة بنكمل معاهم ان شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.